بالرفاء والبنين. شكرا. ألف مبروك. مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. ألف مبروك. بقول لك إيه، بكرة ضروري تطمنيني عليكي. ها، خلي بالك من نفسي حبيبتي. خلي مبروك يا حبيبتي. ألف مبروك. مبروك يا حبيبي. ألف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. طيب استأذنا بقى، أسيبكم. لا تستأذني إيه؟ إيه؟ انت هتباتي هنا. نعم. احنا حاجزين يومين في الاوتيل. ربنا يسعدكم يا رب. خلي بالك منها. فعلا يا الاثنين. تسلم عليك يا حبيبي. سلام عليكم. عليكم السلام. ربنا يسعدك يا حبيبي. كنت خايفة تطلب مني جواز ما يكون في السر. سر؟ ليه في السر؟ عشان مراتك يا حبيبتي. انت لو عايزه تقولي للدنيا كلها قولي، انا ما عنديش اي مانع. بموت في ثقتك في نفسك. مساء الخير. في عند حضرتك حجز باسم الدكتور رؤوف الجندي. وحرم. كنت حاسه بس ما كنتش متاكده. انت عرفت منين؟ كنت بتجسس على تليفوناتك. طب هو ده يصح برضه؟ غريبة قوي إنك تتكلم في اللي يصح واللي ما يصحش. واللي أنت عملته ده يصح يا دكتور؟ تتجوز كده؟ سكيتي؟ طب اعمل فرح. أنت عايزة إيه دلوقتي؟ بالراحة عليا يا دكتور. أنا مش جاية أفسد لكم الليلة خالص. بالعكس، أنا جاية أقول لك إنك من حقك إنك كنت تتجوز. وأنا بنفسي طلبت منك قبل كده إنك تتجوز. من حقك تبقى أب وتخلف. بس مش بالطريقة دي. انت كده جرحتني قوي. على فكرة مش حلو في حق اي ست انها تتجوز راجل ما تعرفوش، معرفتوش غير فترة قليلة قوي. وعلى كل حال يا رب تحقق كل اللي انت عايزه وتديلك اللي انا ما قدرتش اديه. مبروك يا دكتور. مبروك يا مدام. روح وراها يا رؤوف. انت مجنونة؟ انت عايزاني اسيبك في ليلة زي دي برضو؟ دينا، انا لما اخترتك اخترتك عشان بحبك. عارف بموت فيك. وانا كمان. انت كمان ايه؟ بموت فيك. طب يلا بينا.